بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم قال الحواريون
والله خير الماكرين. والله خير الماكرين. ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟
ومطهرك من الذين كفروا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما
وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم قال له كن فيكون. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. ذلك متلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب.
الحق من ربك. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما فقل تعالوا فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالوا ندع أبناءنا
فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله. وإن الله لهو العزيز الحكيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل لا نعبد إلا الله
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العظيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله. سكالة الدنيا وكذلك ان السلامة فيها ترك مليها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بنيها فان بناها بخير طاب مسكنها وان بناها بشر خاب بنيها. السادة استمعتوا بنايات الليل بينام قد تلال ما سمح حضرتكم من فضيلة الأستاذ القارئ الحقيقة الصمد سوبي موجه قطاع حوش عيسى بالأزهر الشريف والقارئ والمعروف والمقيم بشوك الحاجر اتبع لمركز مدينة حوش عيسى. زاد لكم عليكم مكبرات الصوت والدور والفراش الشعبية الكبرى مثل مخازن ومحلات اولاد العباسي اولاد العباسي المقيمين بحزب العبد وعبد الله. حضرة السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.